بسم الله وعلى بركة الله. أولا أود أن أرحب بالجميع هنا في معسكرات الحسين للعمل والبناء الرقمية التي تطلقها وزارة الشباب بظروف استثنائية، وأود أن أرحب بدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز الذي يشاركنا ويرعى افتتاح هذه المعسكرات لهذا العام. دولة الرئيس، لا أود أن أطيل عليك، برنامج مقتضى أدعوك للتحدث إلى شبابنا وشاباتنا الذين يشاركون اليوم في أحد المعسكرات عن الريادة والابتكار. تفضل دولة الرئيس. الله يصبحكم بالخير جميعا شبابنا وشاباتنا. أنقل لكم تحيات سيدي صاحب الجلالة وسمو ولي العهد، وإحنا كلنا فخورين بأنه معسكرات الحسين اللي بدأت قبل أكثر من 50 سنة اليوم، وبالرغم من كل الظروف المعسكرات منعقدة بشبابنا وشاباتنا، وهذا دليل على إصراركم وتصميمكم على استثمار الوقت بعيدا عن الفراغ. فبحيي كل شاب وكل شابة شارك في هذه المعسكرات، وأصر أنه برغم الظروف كلها لن تسمحوا للملل والفراغ أن يعبئ وقتكم، لكن مصرين على بناء مهاراتكم وقيمكم وفي الإبداع والابتكار والمشاركة. اللي بتعملوه إخواني وأخواتي الشباب في غاية الأهمية، لأنه مش كل شيء يتم تعلمه عبر الكتاب وداخل الصف. هناك مهارات مهمة جدا في الإبداع والابتكار والعمل في الفريق، وأدبيات الحوار، التعبير عن الرأي والقبول بالرأي الآخر. كل هذه الأمور تحتاج إلى عمل غير تقليدي وفي غالب الأحيان خارج الغرفة الصفية، واللي بتقدروا تقدموه للوطن من خلال تطوعكم، من خلال ابتكاركم، من خلال مشاريعكم الريادية هائل جدا. ودائما وأبدا سيد البلاد وسمو ولي العهد براهن عليكم أن تكونوا قادة المستقبل في القطاع العام والقطاع الخاص على كل المستويات. فحياكم الله، احنا فخورين فيكم، ونتطلع إلى استكمال هذه المعسكرات ونقدر نبني عليها، وإن شاء الله إن شاء الله بالتزامكم بتكون المعسكرات القادمة في الميدان حقيقة وجها لوجه، ومنكون بس منكون ما خسرنا هذه الفرصة وسجلنا للتاريخ أن الأردن في كل الظروف يستطيع أن يتغلب عليها ويثبت قدرته. فالله يعطيكم العافية، والشكر لكم وللفريق من وزارة الشباب وكل المعنيين على إقامة هذا المعسكر. وأود أن أشكر دولة الرئيس على مشاركته لنا. شارك حتى في أول أسبوعين أكثر من 6000 شاب وشابة في هذه المعسكرات، فنبارك لكم انطلاقة هذه المعسكرات لجميع شبابنا وشاباتنا. طبعا المشاركات التي اليوم نقوم بها سواء كان بالريادة والابتكار أو الزراعة أو الأمن والسلامة الوطنية، جميع هذه المعسكرات تأتي استجابة للظروف التي نعيشها الآن. انتقلنا من مرحلة التكيف إلى مرحلة أخرى في مواجهة فيروس كورونا. اليوم نحن نستمر بالبناء ونستمر بالعمل، وأن دل هذا على شيء وإنما يدل على أن منعة المؤسسات في الدولة الأردنية منعة قوية، وتمكننا جميعا من الاستمرار في البناء والتطوير والاستجابة لكافة الظروف التي تواجهنا. فشكرا لكم جميعا على حضوركم اليوم، ونأمل أن تستمر معسكرات الحسين للعمل والبناء سواء كانت رقمية أو على أرض الواقع، ونحن لن نتوقف إطلاقا عن السير بهذه بمسارين، مسار
المعسكرات الفعلية على أرض الواقع إن شاء الله بعد ما ننتهي من أزمة فيروس كورونا والمعسكرات الرقمية، لأن هناك الكثير من شبابنا وشاباتنا لا يستطيعون الوصول للمعسكرات العملية، وأتيحت لنا الفرصة وكعادة الأردنيين يحولون التحديات إلى فرص، حولنا هذه إلى فرصة للنجاح، وإن شاء الله نستمر بمعيتكم من نجاح إلى نجاح. شكرا لكم جميعا، شكرا لكنا جميعا في كل مكان، وأود أن أشكر مرة أخرى دولة الرئيس على مشاركته لنا، فشكرا لكم وأهلا وسهلا بكم في وزارة الشباب في معسكرات الحسين للعمل والبناء، وندعوكم لجولة حول البوتات الموجودة للمعسكرات الرئيسية.